السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ إسماعيل قنا، مدرس من مؤسسة دعاء الديبوني. تلامذتي تلمذتي الأعزاء، أتمنى أن تكونوا بخير إن شاء الله. إذا اليوم نحن سنكون بصدد حصة خاصة بمكون التربية الإسلامية، درس القرآن الكريم مع سورة جديدة وهي سورة الحاقة. إذا من الآية 1 إلى الآية 37. إذن قبل أن نتعرف أو نتلو الآيات البينات، لا بد من التعريف بسورة الحاقة. إذن سورة الحاقة سورة مكية، وعدد آياتها 52 آية، ترتيبها في المصحف الكريم 69 بعد سورة القلم، ضمن الحزم 7-58. إذن الآن نتلو الآيات البينات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة، وما أدراك ما الحاقة، كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية. وجاء فرعون ومن قبله والمتفكات بالخاطئة، فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية، إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، يومئذ وقعت الواقعة، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. إذن نتوقف عند هذا الحد ونكمل في الحصة القادمة الجزء المتبقي. إذن بعد تلاوتنا للآيات البينات، ننتقل إلى تعرف القاعدة التجويدية الخاصة بهذا الجزء. إذن وهي قاعدة الإظهار، ومعناها وجوبه وهو إخراج كل حرف من مخرجه بدون غنة. إذا جاء هذا الحرف بعد نون ساكنة أو تنوين لأحد الحروف الحلق، وهي الألف الهاء والعين والحاء والغين والخاء، مثل صرصر عاتية ونخل خاوية. إذن هذه القاعدة التجويدية الخاصة بالدرس. ننتقل إلى شرح المفردات. الكلمة الأولى الحاقة، وقلنا أن الحاقة هي اسم من أسماء يوم القيامة، مثلها مثل مجموعة من الأسماء أسماء يوم القيامة. الطاغية، وهي الصيحة المجاوزة للحد في الشدة. عاتية، معناها شديدة العصف. حسوما، معناها متتابعة أو مشؤومة. المتفكات، معناه ويقصد الله سبحانه وتعالى قرى قوم لوط. واهية، أي ضعيفة من الوهن. إذن فيما يخص المعنى الإجمالي للآيات، المعنى الأول هو معاقبة الله تعالى لقوم عاد وثمود ولوط بريح عاتية، لأنهم يكذبون بيوم القيامة في الدنيا. المعنى الإجمالي الثاني الخاص بالآية، الجزاء الذي أعده الله تعالى للمؤمنين السعداء في الآخرة نظرا لإيمانهم بالله. بالنسبة للقيم المستفادة من الصورة، القيمة الأولى هي الإيمان باليوم الآخر وطاعة الله تعالى في أوامره ونواهيه حتى نفوز بالجنة
التي وعد الله سبحانه بها عباده الصالحين. إذن الآن أنتم مطالبون بحفظ الآيات الجزء الأول إلى الآية 17، ثم في الحصة القادمة سنكمل شرح الآيات المتبقية. وإلى هنا ننهي حصتنا اليوم، في أن نلتقي غدا إن شاء الله مع درس جديد ومكون آخر. إذن أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.